الناس اللي بتمشي بيسيبوا حاجة أكبر من الوجع وأتقل من الدموع. الناس اللي بتمشي يعني بمعنى إيه بتمشي؟ بتموت ولا ممدوح بتمشي؟ عبد العليم هشام سليم. آه طبعاً وجع جامد جداً، لأنه أنت اخترت الناس الطيبة اللطيفة، الشخصيات الحنينة الواضحة، واخد بالك؟ لا طبعاً وجع. لما مشوا سابوا لك إيه؟ ذكريات حلوة بينا وبين بعضينا. خدوا منك الذكريات. إيه؟ خدوا منك إيه؟ خدوا مني إخلاص وحب وصدق، لأن أنا كنت معهم كده فعلاً حقيقي. ممدوح عشت معاه فترة طويلة جداً، وكان في بيتي كتير وكنت في بيته كتير. هشام بقى كمان شفت عزة النفس، إنه عيان وما قالش لحد وما لجأش لحد وما قالش عالجوني، فضل اللي هو وكان جواه شايل كتير، لجأ لربنا. وكان في تليفون بيني وبينه قبل ما يموت بيوم، قلت له انا جاي لك بعد بكره، اللي هو مات فيه ما لحقتش اروح. قال لك ايه؟ يا شرف اخبارك ايه يا حبيبي؟ يا هشام صوتك حلو. الحمد لله طيبه ورضا. رضا دي بقى اهم حاجه بقى. تسليم. الرضا من اهم الاشياء اللي تخلي الواحد يتحمل الصعوبات اللي حواليه، صعوبات مادية، صعوبات مجتمعية. الرضا، لأنه كل اللي بيجي من عند ربنا خير وحلو ونعم بالله. لو احنا اقتنعنا بدي هنرتاح قوي. شريف منير راضي قوي 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 فوق ما تتصور. لا ده انا يعني خايف اكون بقول حاجة غلط يعني، بس انا هقول لك انا بقول ايه. بقعد اقول له يا رب كتير قوي عليها كده والله، انما هو اللي مديني يعني عطف وحنان وحب ناس وشغل كويس واحترام لذاتي ولنفسي ولولادي. لا ده انا راضي جدا 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 الحمد لله.